ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الاسد ليوم السبت 29 يناير كانون الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا اسد، وضعك هيكون صعب شوية، عشان كده بحذرك انك تنتبه لنفسك اكتر اليوم ده. مفيش داعي للعصبية الزيادة واللي ملهاش وقت دلوقتي انك تدخل في دور العصبية دي. حاول انك تتأنى اكتر في انك بتاخد اي قرار، لان الكآبة ممكن انها تسيطر عليك خاصة من الصباح، يعني من اول ما تصحى هيكون في كآبة رهيبة جدا انت بتشعر بيها، فبنبهك انك ما تتركش نفسك للعصبية دي ولا للكآبة دي. المساء هيكون هادئ اكتر، وممكن انك ما تفلحش في انك تطلع حتى من البيت فيه، فعادي الموضوع هيكون احسن ليك، علشان انت محتاج انك تخرج من العصبية وانك ما تشعرش بالكآبة، بس المطلوب منك انك مش هتعرف تطلع اساسا في المساء، خاصة اللي هيتأثروا بالكلام ده مواليد 23 تموز ل 6 آب، هما الأكثر توتر خلال الفترة دي. بالنسبة لك مهنيا، اليوم ده هيكون مناسب للمهمة للتعبير عن قدرتك اليوم وحتى موهبتك اللي هتكون مميزة. هيتفاجأ بعضهم على نحو غير مسبوق وهيندهش من طريقة تعاملك مع الموضوع، أو حتى على قدرتك، على حتى موهبتك برضو هتكون مفاجأة ليهم جدا، فخليك مستغل للنقطة دي. انت قدها وقدود، موهبتك دايما بتعليك، فخليك قدها. بالنسبة لك عاطفيا، لو كنت لجانب حبيبك اليوم في الأوقات الصعبة، فإنك هتجده لجانبك في أوقات اختبار صعبة هتواجهها، يعني زي ما انت قديته أو كنت واقف معاه في ظهره وقت ما هو تعب أو احتاجك، انت هتلاقيه دلوقتي في وقتك الصعب اللي انت بتمر بيه من كآبة وعصبية زي ما قلنا من الصبح، فهو هيكون واقف في ظهرك اليوم وهتكون ساند عليه بقوة. بالنسبة لك صحيا، انت هتحرم نفسك من بعض المأكولات اللي هتكون مضرة ليك، ده معناه انك هتحرم جسمك من الامراض في المستقبل، فما تقلقش. لو حرمت نفسك دلوقتي من حاجة انت بتحبها، هتلاقيها اضعافها ومكافئاتها في المستقبل ليك، فما تقلقش ولا تشيلش اي هم، انت ماشي كده صح. بالنسبة ليك يا برج الأسد، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 يوليو ل 2 أغسطس. هيساعدك النهاردة انفاقك الشديد للصفقات اليوم، على انك تعمل بعض عمليات الشراء اللي هتكون شيقة جدا، فيما عدا ده لمرة واحدة هيتعين عليك انك تقلل رغبتك في انك تشتري، وانك تفكر مرتين قبل ما انك تمضي قدما وتفكر انك تدفع فلوس الحاجة دي. العشرية الثانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس، هتتقن طريقتك النهاردة في انك تشتت انتباه أحبائك، علشان ما يدركوش انك بتحضر جاهزة ليهم في السراء والضراء اليوم. هتحاول انك تخدعهم، وده امر ممتع جدا بما فيه الكفاية بالنسبة ليك بمفردك اليوم. بالنسبة للعشية الثالثة مواليد 14 اغسطس ل 22 اغسطس، انت قررت انك تجري تغيير جذري في اولوياتك اليوم، ومش هترتكب نفس الخطأ مرة تانية، وده وعد، وهتتحول الارياح لصالحك اليوم، وحان الوقت الان علشان تستفيد منها اكبر قدر ممكن من بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، في وقت بدري شوية اليوم ده هتتحرك كوكب الزهرة، وهيتحول مباشرة بعد 6 أسابيع تقريبا من الحركة التراجعية خلالها، هيبقى تدريجيا خلال الأسابيع الجاية بيمضي الأمور اللي بيحكمها كوكب الزهرة، بما في ده الحب والسرور والمال حتى للأمام بشكل أوضح اليوم، وثقتنا بأنفسنا والكون هنبني فيه، وهنعبر عن ده بدفء بمودة أكتر وأكتر راحة وانفتاح أكتر، وهنكون مبشرين أكتر، وهتعود اللباقة والدبلوماسية إنها تظهر مرة تانية في شخصياتنا. ومن المرجح إنه يأتي المزيد من الوضوح لعلاقاتنا الاجتماعية وحتى علاقات الحب، ومع ده ممكن انه يحدث تحول اليوم، ويمكن اننا نشعر بارتباك، ومن الافضل اننا نتحلى بالصبر علشان نقضي وقت ممتع اكتر في اننا نعالج مشاعرنا.
وبينتهي القمر النهاردة من عبور القوس وبيدخل في برج الجدي صباحا. وطبعا برج الجدي مسؤول جدا ويقظ دايما وعملي جدا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.